ومثل ونكتة وبيت شعر، عبارات تجري على ألسنتنا دون أن نركز في أصلها وسبب وجودها، لكنها تظل جزءا من ثقافتنا لأن بها حكمة الأجيال السابقة، ويجب أن تظل على قيد الحياة في وعي الأجيال القادمة، حيث يؤمن الكثيرون بأن هذه العبارات يجب معاملتها معاملة الآثار، بأن يتم جمعها وتوثيقها وحمايتها من العبث أو التغيير. التراث الشفوي لأي أمة يعرف كذلك بالتراث غير المادي، والذي يقصد به المعتقدات والأساطير وأشكال التعبير اللفظي والمعارف والمهارات التي تعتبرها الشعوب جزءا من تراثها الثقافي. وهذا التراث الثقافي غير المادي تتوارثه الأجيال جيلا بعد آخر، معتمدة على الذاكرة التي تقوم بتلك العملية. ولكي لا يتم الاعتماد على الذاكرة وحدها، جاءت أهمية تدوين التراث الثقافي غير المادي. في دولة الإمارات ثمت مبادرات واسعة تتم من جهات تراثية مختلفة لجمع موروث الأجداد من شعر ونثر وأغان وحكمة وأمثال، إلى النكت والألغاز وترنيمات الألعاب والمعتقدات الشعبية وعبارات الندب والتعزية وغيرها من أشكال التراث الشفهي، حيث نجحت تلك الجهود في تسجيل الكثير منها ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي غير المادي كنوادر يجب حمايتها.